كري زعما نقولوا هذا صاحبي وهذا صاحبي، درك امك من بعد ذراعك. عشيري ولا عشيرتي شكون تقولها؟ لذراعي ذراعي وجيبي مخي كاو. الحقيقة اني نعمل مواقف نستنى حد باش يعملها لي. وقت تقول اي راسي قبل ما تقولها تلقاها ما بجنبك. عسلامة. عسلامة. شحوالكم؟ صافا لاباس. لاباس انت تزيري وهو تونسي. مرحبا. جايب حذايا ضيف. سؤالنا لليوم، موضوعنا لليوم اللي هو على العشرة، لشكون تقول عشيري والا عشيرتي؟ عشيري، انتم هنا في تونس عشيري، واش تقصدوا عشيري؟ هو يعني عشيري معناها قصده صاحبك ديما مع بعضكم خو بالخو، فهمت شنو؟ اللي في المواقف تلقاه. شكون ديما في ظهرك؟ والله اللي في ظهري عيلتي، امي اللي هي ماما، تاج راسي ربي يعيشها وربي يطول في عمرها ان شاء الله. هذيك اللي تقول عليها عشيرتك. سيتو، راحت الثقه. بكري كان نقولوا زعما كيفاه نقولوا؟ بكري زعما نقولوا هذا صاحبي وهذا صاحبي، درك امك من بعد ذراعك. صارت شي معك موقف خليك تقول سي ما عادش عندي ثقة في حتى عبد؟ برشا برشا بزاف. أقوى موقف؟ خليه في السر. ما يصيرش احكيه، خليه في العلن. وربي يسامح وكاهو. مع طفلة ولا طفل؟ هي الأكثر أكثر طفلة. شو عملت لك؟ خلي برك كاهو. غدرتك؟ خلي كاهو، رانا عايشين. خيانة ولا غدرة؟ نقولوا غدره برك. نقولوا غدره برك. عشيري ولا عشيرتي شكون تقولها؟ لذراعي. اي ذراعي وجيبي مخي كاو. ما عندكش عشيره؟ انا عندي اصحاب برشا، عندي واحد اما ديما يقعد ديما حب نفسك وحدك تعيش مع روحك. ما موجود برشا اصحاب، موجود في كل بلاصه، موجود معنا الحمد لله، اما ديما تطلع تقوم تلقى روحك وحدك في اي موقف، تلقى روحك وحدك مهما كانوا بحذاك برشا اصحاب. ماذا بيه الواحد ديما يعمل على روحه وحده خير الحمد لله. صار معك موقف هكا نهار قلت فيه انا ما عادش عندي ثقه في حتى عبد؟ الحقيقه اني نعمل مواقف نستنى حد باش يعملها لي. صار مش ما صارش، ما حكيت فارغه نتاع نقعد دام واحد عايش مع مخه وعايش مع روحه، ما نعيشوا مع العباد. اما نحكي ديما معناها عايش متخلي حتى شيء يطيحك، اي حاجه مش تجيك الور لا مش تتعدى حاجه قش عليها، معناها تمشي دقيت تبره ومعناها دقيت زريقه وتعدت على روحها، فهمت شنو؟ ونقولوا ان العلاقات في حياتك هي علاقات سطحيه، كل حد وعنده اسم للعلاقات نتاعك، وعشيرك الوحيد هو ذراعك. هذيك حاجه من من معناها ما نختلفوش فيها، هو عشيري ذراعي. برشا اصحاب زاد يمكن كانش تعدى سيكونس باش تفرجوا شو يقولوا كيفاش وعلاش، مش ما نقولوش معناها يحكي في حاجه. راهو عندي برشا اصحاب مقربين على الاخر، معناها كي نشوف صحابي اني مثلا كيما هذوما عندي هو واقف غادي كا، وعندي صاحبي هذا جايين بحذايا متزاير بالذمه، اني وقت مشيت بحذاهم عشرتهم 10 ايام ناكل ونشرب في دارهم، توا جاو زاد بحذايا كيف كيف. معناها نحكي لك اني حتى في عندي برشا اصحاب تونس الجزائر موجود الحمد لله. بعد ذراعك ومخك هذوكم، معلش انت جاوبتك على سؤالك، على خاطر سؤالك انت قصدك من بعد كي تطيح شكون مش تلقاهم، دونك مش تلقى روحك. اما في الانتوراج نتاعي عندي اصحاب باش نسمي معز عصام، اهم زوز باش ما نبعدوش البرشا. هذوما وقت تقول اي راسي قبل ما تقولها تلقاهم بجنبك. ربي يفضلهم لك ويداوم عشرتكم، وان شاء الله يا رب يتقبلوا كان على الخير. شكرا. بالمناسبه ديديكاس لعمر صاحبي، وزعما رانا فرحانين ومفرهدين برشا هنا في تونس، وتونس محلاها، وربي يهني وكا. مرحبا بكم. وانتو تريفي فالارجيري.